السلام عليكم. البلغم حاجة أو سائل بيتكون في المجرى التنفس. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن إيه أفضل حاجات تمشي لي البلغم بشكل كبير، وإيه التمارين اللي تعملها بإذن الله كتمارين تنفس وتمارين تساعدك على الكحة وإخراج البلغم. معاك دكتور أحمد هشام، دكتور علاج طبيعي وأخصائي تغذية. ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. دي قناة العلاج الطبيعي بنتكلم فيها عن كل ما يخص العلاج الطبيعي، قناة التغذية بنتكلم فيها عن كل ما يخص التغذية، إضافة إنك تقدر تنتسب للقناة ماديا عن طريق زرار جوين أو الانضمام تحت الموجود في القناة. تقدر تتابعنا على الانستغرام وتسالني، هحاول ارد عليك باذن الله في اسرع وقت. في متاح الاستشارات الاونلاين، تقدر تشوف اللينك تحت في صندوق الوصف. شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه تخص البلغم وايه الحاجات اللي اقدر اعملها علشان اطرد البلغم من الجسم. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك. نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو مثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. البلغم هو المخاط اللي بيخرج من مجرى الجهاز التنفسي، بيكون محمل بالفيروسات والبكتيريا وبيخرج عادة مع الكحة. طيب حلو، لازم تعرف ان البلغم ده لونه ليه دلالات. فاللون الاخضر مثلا بيحتوي على خلايا مكافحة للامراض، اللون البني معناه ان في دم وبالتالي في حاجة مجروحة في مجرى التنفس مثلا. تالت حاجة اللون الاصفر، وده بيدل عموما على المرض. طبعا في امراض كتير بتؤدي لانحشار البلغم في منطقه الصدر، زي امراض التهاب الحلق والانفلونزا والكحه والحساسيه ونزلات البرد. طيب ايه افضل وصفات طبيعيه ان شاء الله لمحاوله اخراج البلغم؟ وصفات طبيعيه فيها شويه من قناه التغذيه، شاوت اوت كده لقناه التغذيه، تقدر تروح هناك تبص بصه تلاقي حلقات ممتازه يعني ان شاء الله. اول حاجه السوائل الدافئه. فالمشروبات الدافيه بتساعد بشكل كبير على ذوبان المخاط الموجود في منطقه الصدر، وبالتالي سهوله اخراجه عن طريق الجسم نفسه بيخرجه وتكح فيخرج، او حتى يحصل له اذابه مثلا وينزل في الامعاء وبالتالي يخرج عن طريق عمليه الاخراج. مشروبات دافئه زي المياه الدافيه مثلا، الشاي الخالي من الكافيين، مرق اللحم او الدجاج، والمشروبات العشبيه الدافئه، دي المشروبات الساخنه. ثاني حاجه الثوم والبصل، والاثنين لهم دور كويس جدا في اخراج المخاط او اخراج البلغم عن طريق، هقول لك الفكرتين. الفكره الاولى عن طريق الثوم مثلا، انك بتاخد فص الصبح على الريق، واتكلمنا عن فوائد الثوم بشكل كبير جدا في حلقه منفصله على قناه التغذيه. اما بالنسبه للبصل، فانت بتقطع البصل كحلقات وبتحطه منقوع في ميه وتشرب الميه دي، برضو بتساعد على اخراج المخاط. برضو في حلقات منفصله كتير عن المواضيع دي. نخش بعد كده على العسل، والعسل ليه دور فعال جدا في مقاومه البكتيريا وبعض الامراض. العسل ممكن تاخد معلقه كل يوم على الريق مثلا، ليها دور فعال جدا في محاربه الامراض، وليها دور كويس في اخراج المخاط او البلغم. في اعشاب واطعمه ثانيه عندي زي الجنزبيل، في حلقه كامله عن الجنزبيل هتنزل على قناه التغذيه. الفلفل الحار، حب الهيل او الحبهان مثلا. طيب جميل، دي الوصفات الطبيعيه اللي احنا قلناها، العسل، السوائل الدافيه، والثوم والبصل. هندخل بقى على الادويه والمكملات الغذائيه. عندي مكملات غذائيه زي حبوب الزنك وحبوب الجينسنج والمكملات الغنيه بخلاصه التوت البري. بالنسبه للزنك، اول حاجه في حلقه كامله عن الزنك وعن فوائده العظيمه يعني، بس لو انت مش عايز تتطرق لحاجه في التغذيه خلينا ناخد المعنى الظاهري ودوره في اذابه البلغم. نخش على بعد كده استعمال المحلول الملح والميه، بيستخدموا بشكل كبير حتى عن طريق حقنه مثلا، وبتبدا تدخلها في المناخير لو في مثلا بلغم في مخاط في منطقه التنفس في الانف، بتبدا تعمل عشان يخرج لك السائل ده وبالتالي يحسن لك من عمليه التنفس. بتخرج السائل ده اللي هو ايه، عباره عن ميه، محلول ملح، ايا كان المحلول اللي انت بتستخدمه. اخر حاجه ادويه الكحه والحساسيه، ودي طبعا مش بتاخدها من مزاجك، دي تحت اشراف الدكتور، بتكون هي الاولانيه اصلا. انت بتروح للدكتور تكشف يديك الادويه وبعدين تبدا بقى تمشي على اللي انا قلته بعد كده. طيب جميل، خلصنا الوصفات بشكل سريع كده ان شاء الله، نبدا بقى نخش على التمارين. هنتكلم على تمرينين تنفس وتمرين ثالث عن الكحه، وتفصيله مهمه جدا جدا جدا، ركز معايا قوي قبل ما تخش على التمارين. ركز ثالث قبل ما تخش على التمارين، انا عندي ثلاث تمارين، الثلاث تمارين دول اخرهم تعملهم ست مرات، يعني لو هتعمل الثلاث تمارين ورا بعض يبقى تعمل ده اثنين وده اثنين وده اثنين، ركز قوي معايا. طيب لو عايز تعملهم ستة يبقى اعمل الاولاني ده ستة، وبعد ساعتين مثلا تعمل الثاني ستة، وبعد ساعتين ثلاثة تعمل الثالث. ممنوع منعا باتا تعمل الثلاثة اكتر من ست مرات ورا بعض، ركز قوي في التفاصيل دي. انا هعمل لك كل تمرين مرتين لانها صارهم لك ورا بعض، انت بقى بطريقتك تحاول تظبطه. بالنسبة للتمرين الأول هو تمرين تنفس، هتتخيل نفسك بترسم مربع، ركز معايا في الأبعاد، مربع ضلع، الثاني، الثالث، الرابع، هنمشي بالمربع ده بكذا شكل وكذا حاجة نعملهم. هتاخد نفسك لمدة 4 ثواني في الضلع الأول، وتكتم النفس اللي أنت خدته ده 4 ثواني في الضلع الثاني، وبعدين تخرج النفس في الضلع الثالث، وبعدين تكتم النفس في الضلع الرابع، وتكررها مرة كمان، يبقى عملتها كده مرتين. إزاي؟ نجربها مع بعض. أول مرة
كده عملناه مرتين، ركز معايا قوي. 4 بتاخد نفسك وبتكتم، 4 بتخرج نفسك وبتكتم، ركز قوي في التفصيله دي. التمرين الثاني، سواء بقى انت واقف نايم على ظهرك ايا كان، بس ركز، لو نايم على ظهرك هتنام ورجليك متنيه قدامك، رجليك مش مفروده، دي اول تفصيله. ثاني تفصيله، بتحط ايدك الاثنين على بطنك بالشكل اللي انت شايفه ده، حلو، وبتحاول تاخد نفسك من مناخيرك جامد قوي بحيث بطنك حجمها يزيد. يعني انا صوابعي على بطني اهي، صوابعي بتبدا تزيد لان حجم بطني زاد وانا باخد النفس. ركز معايا في التفصيله دي، اهي ايدي على بطني وخدت نفس جامد قوي من مناخيري، وبعدين بخرج النفس ده وانا ضامن بقي حرف الاو بالشكل ده، وبخرجه وانا بعد ال 8 او بخرجه في 8 ثواني مثلا. ركز قوي في التفصيله دي، ايدي على بطني اهي وخدت النفس جامد وبعدين بخرجه. انا بس بشرح لك علشان لما اعمله ممكن ما اعرفش اتكلم. مره نعمله مره كمان، ايدي على بطني خدت نفس جامد اهو، عملناها مرتين زي التمرين الاولاني. ركز معايا قوي وانت بتعمل التمارين دي. نخش على التمرين الثالث، وركز برضو معايا زي ما قلت لك هنعمله مرتين. التمرين الثالث هو مشابه قوي للتمرين اللي فات اللي هو بتاع التنفس ده، ولكني هعمل كذا حركه فيه علشان اقدر اكح كحه سليم. ازاي؟ انا ايدي على بطني بنفس الشكل، هتاخد نفس جامد من مناخيرك برضو، حجم بطنك زاد، مطلوب منك حاجتين اضافيتين. هتحط لسانك في سقف بقك ورا السنان من فوق، يبقى انا كده حطيت لساني في سقف بقي، دي تفصيله. التفصيله الثانيه، بنشف عضلات بطني، يعني انا بطني منفوخه بنشفها بحيث لو خبطتها تبقى جامده، وبعدين بتبدا تكح. ازاي؟ بالشكل ده، ادي اول تفصيل. بتحس الكحه خرجت من جوه وخرجت. انا شخصيا حسيت ان في حاجه خرجت، فاهم قصدي؟ ركز مره كمان. نفس الكلام، اعملها مرتين ثلاثة، مفيدة جدا ان لو في حاجة هتخرج. انا سليم ما عنديش اي مشكلة، ورغم كده ممكن انا كنت شارب حاجة مش كويسة، شميت دخان مثلا، فهو اللي مسبب لي شوية بلغم صغيرين خرجوا. ركز قوي في التفاصيل دي. دول الثلاث تمارين اللي تعملهم كلهم 6 مرات، ممكن تعمل الاولاني مرة والتاني مرة والتالت 4، الكحة تخليها 4 مرات لان مهمة عشان هتخرج لي افرازات اكتر. دول التمارين. اخر حاجه بقى هديك على بعض النصائح الاضافيه علشان تطرد البلغم بشكل كبير غير اللي فاتوا. اول حاجه، خلي المكان اللي انت تقعد فيه رطب وهواء كويس، مش مكان مقفول، علشان المكان المقفول بيهيج الدنيا عندك وبيخلي البلغم يتكون بشكل اكبر. فالدنيا تكون رطبه، في تكييف، في المكان متهوي، يعني ده هيساعدك بشكل كبير. تاني حاجه، لما تيجي تنام حاول تنام على مخده عاليه شويه. المخده العاليه غلط للرقبه واتكلمنا كتير، بس انا بتكلم في حته ان ظهرك يبقى مرفوع شويه علشان البلغم ما يكتمش الحلق او ما يكتمكش وانت نايم. ثالث حاجه، على قد ما تقدر حاول تبصق البلغم بره جسمك. في ناس بتبلعه عادي مفيش اي مشكله وبيخرج، بس لو هتقدر تخرجه اخرجه. بعد كده هنتجنب الشاي والقهوه ومصادر الكافيين. ليه؟ لان دي مدره للبول، مدره بالدال. يعني ايه مدره؟ بتخرج لي سوائل من الجسم، بتخرج لي الميه من الجسم، فبالتالي الجسم هيبقى ناشف شويه، جاف شويه، بالتالي الافرازات والمخاط بيزيد. احنا قلنا الشاي الخالي من الكافيين، انما المره دي احنا بنتجنب الكافيين اصلا علشان النقط دي. اخر حاجه، الكحول والتدخين طبعا عامل اساسي في الموضوع ده، فيجب التوقف عنهم. انا بقول لك انا دكتور علاج طبيعي وماليش ان اقول لك كده، لا هم حرام، حرام انك تشرب سجاير وحرام انك تشرب كحوليات، لان في بعض الكومنتات بتقول لي ما بلاش تدخل في الحلال والحرام لان انت دكتور ما ينفعش تكلم. لا انا بقول لك ده حرام لا خلاف عليه، فمش هنلعب على بعض في النقطه دي. هو حرام، ده شيء ديني لا خلاف عليه، وكطبيا بقى برضه غلط لان المشاكل اللي بيعملها. نهاية، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك بداية البرنامج بإذن الله. كان معك دكتور أحمد هشام، دكتور علاج طبيعي وأخصائي تغذية، إضافة إنك تقدر تنتسب للقناة ماديا عن طريق زرار جوين الألبوم تحت الموجود في القناة، أكونت الانستجرام تقدر تبعني أسئلة من خلاله. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا ليك، بس كده، السلام عليكم.